الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره، معكم وسط المدينه. يعني من فوق وحده ديال الصباح كتكون يقول انسان بحاله غير طبيعيه. يعني ساحه اكنول تقاطع طاهر السبتي، هاد الكروازمه خطيره، و صحاب الطاكسيات فكوا واحد النساء كبير كان غادي يوقع امامكم. سياره ضربات اخرى، واحد فيهم فوتيف، صحاب السيارات الاخرى فكوا واحد النزاع كان غادي يتطور حاجة. النزاع خطير، تقدر تكون في إصابات. انتظار وصول رجال الامن، يعني غير توشاه مولين الطوموبيل الزرقاء كانوا غير ضاربوا مع الطوموبيل الاخرى، غير الطاكسيات اللي فكوا النزاع. ونساو ان كاين واحد كاميرا مراقبه، النقطه 51 هي اللي فوق الاشهار. ضروري